السلام عليكم، يعطيكم العافية جميعا، وأمل أنكم كلكم تكونوا بخير. بدي أشرح 3 مواضيع استكمالا للفانكشنز والسبس، شغلات متقدمة. أول واحد passing parameters by reference، ثاني واحد optional parameters اللي هي البارامتر اللي بنبعثه للمتغير اللي بنبعثه للاقتران أو للسب، overloading. optional معناها اختياري. مشان نفهم الباسنج باراميترز باي ريفرنس وباي فال، خلينا نعمل بروجكت جديد. بروجكت جديد، فايل نيو. لو اخذنا ويندوز ابلكيشن، بده يكون عندنا نعمل سواب. كلكم تعرفوا السواب، كلكم تعرفوا السواب. سواب بكون عندي متغيرين وبدي أبدل قيمهم. منشان أبدل قيمهم بدي متغير مؤقت. خلينا نكتب بالبطن هان التكست تبعه run، وبدي يكون عندي متغيرين. خلينا نحط الأوتبوت في ليبل 1، أو بلاش ليبل، خلينا نحط تكست بوكس، والتكست بوكس خليه مالتي لاين مشان نحط فيه أكثر من قيمة. هيك نروح على ال sub swap by val x as integer فاصلة by val y as integer، وهيك خلصنا. بنعمل انتر. بتلاحظوا الصب ما بنحط له as بعدها كالعادة. الاكس بدي ابدل قيمتها مع y، بلزمني هان متغير temp as integer نفس نوعهم. بدي اقول له اول شيء temp equals x، بعدين x equals y، بعدين y equals 10. على أرض الواقع هنبدلهم. temp حط قيمة x في temp، وجيب قيمة y في x، وجيب قيمة temp في y اللي هي x، يعني صارت x تساوي y، y تساوي x. لو جينا هان عرفنا dim x as integer، dim y as integer. من مرة لو حطينا لهم قيم y equals 33. بدنا في التكست بوكس نسميه t1 أسهل، بدي أحط قيمهم قبل السواب. t1.text equals p1.text and x تساوي and x and vbcrlf، يعني حط قيمة x الأصلية قبل ما نعمل swap. ممكن إذا بدنا نحط هان p1.text equals before swap and نعمل run before swap x تساوي 7 و x تساوي 7. احنا بدنا هان y equals y. x equals 7 y equals 33. طيب بدنا نعيدها after swap، أو نفس الثلاث جمل، بس مشان ما نفقدش المحتوى بدنا نحط له هان p1.text and after swap. هان بدنا ننادي السواب، نقول له swap x فاصل y. المفروض شو اللي بصير؟ طبعا مش رح يتغير شيء،
بيفور سواب 7 33 افتر سواب 7 33 which is the same. اللي بصير انه اخذ قيمة x وبعثها هان ل x تاني، هاي ال x قيمتها 7 تختلف عن هاي ال x by val، معناها خذ قيمة x اللي هي 7 وحطها في هاي ال x، وخذ قيمة y وحطها في هاي ال y، اعمل سواب وخلص وطلع، بس القيم الأصلية ظلت مثل ما هي ما تغيرت، لأنه إحنا أخذنا نسخة عنها by val معناها نسخة. نعمل run مرة ثانية قبل التبديل وبعد التبديل نفس النتيجة. بس إذا جينا عملنا هان بدل by val by ref اللي بيصير إنه هان لما استدعينا السواب ما بعث القيمة 7، بعث الإكس الأصلية الريفرنس اللي بيشير إلها، يعني بعث مؤشر يشير لهذا المتغير، والتغيير اللي بيتم هان بيتم على الأصلي، ونفس الإشي للواي بعث مؤشر يشير إلى المتغير واي اللي هان، يعني ما بعث 33 بعث الواي نفسها، مو ما بعث الواي نفسها بس بعث مؤشر يشير للواي الأصلية، والتغيير اللي تم تغيير على الأصلية المفروض هسه يتبدل. أتبدل x تساوي 7 y تساوي 33 after swap x تساوي 33 y تساوي 7. شو بنستفيد من هذا الحكي؟ إذا كان المتغير اللي بدنا نبعثه الباراميتر للإقتران أو للصب نفس الشيء، إذا إحنا بدنا نأخذ قيمته والقيمة الأصلية ما تتغير نبعثه by val. إذا بدنا أي تغير في داخل الإقتران أو في داخل الصب ينعكس على القيمة للمتغير اللي بعثناه بدنا نحطه by ref. هاي شغلة مهمة جدا. نرجع نكمل الموضوع اللي بعده اللي هو الـ optional parameters. الـ optional parameters لما يكون عندي function أو sub، خلينا نمحى هان كل شيء ونمحى هان بالناشية. لنفرض انه احنا بدنا نعمل مجموع لرقمين او لثلاث ارقام x y علامتين، نفرض انه بدي اجمع علامة الفيرست والسكند. function sum of x فاصل y as احنا نسينا نحط by val، sorry by val x as integer فاصل y as integer as انتجر. هذا اقتران اسمه صم، باخذ علامة الفيرست x وعلامة السكند، ممكن نحطها فيرست وسكند، خليها x y، وبرجع عدد صحيح مجموع العلامتين. ريتيرن القيمة الراجعة x بلس y، رجع لي x زائد y بس. إذا بدنا نيجي نعمل أول شغلة بدنا نستدعي الاقتران، بدنا متغير نحط القيمة الراجعة فيه، إذا حكينا له S تساوي sum of X فاصل Y بدنا نحط له هان T1.text equals S، القيمة اللي رجعت يجمع لي السبعة والثلاث ثلاثين، 40 المجموع، ببعث السبعة والثلاث ثلاثين للإكس والواي، برجع 40، والأربعين بتتخزن بإس، بكل حطها في تي ون 40. السؤال، إذا كان مش متوفر الواي، يعني حسب البي، يعني أفرض إنه الطالب مش مقدم الامتحان، الامتحان الثاني مش موجودة علامته، بدي أقول له هسا مجمع سبعة. في هذه الحالة في تعريف الاقتران بدي أضيف كلمة optional قبل by val optional، وكمان شغلة ثانية optional طلعوا هالسهان بنلاقي حط خطأ لأنه لازم أقول له القيمة الافتراضية كم، يعني optional اختياري، يعني الواي هو عبارة عن باراميتر اختياري، إذا لم يتم
تمريره لهذا الاقتران حط بداله صفر، إذا كان غير موجود حط بداله صفر. فممكن هاي أول حالة إذا كان القيمتين موجودات، يعني هاي النقطة الحالة تبعتها both x and y are available. الحالة الثانية بطلنا عنها جميعا طبعا، نجرب الحالة الثانية. الحالة الثانية sum of x، وهان بدنا نقول له only x is available، بس عندي الاكس موجودة. بدنا نقول له اس تساوي هان. اذا كانت الاكس فقط موجودة بقدر ابعث لك، طلعه زمان لو ما فيش اوبشنال بيعطيني خطأ، هان صار يقبل 1 بارامتر و 2 بارامترز. في هذه الحالة بعثت الاكس والواي مش موجودة، حط بدالها 0. هاي 0، لاحظين الزيرو، حط بدالها 0. المفروض اقبلها ويعمل رن ويعطيني النتيجة 7، جايب 7. ممكن النادي بطريقة ثانية كمان نفس الشيء، only x is available. واحد ثاني ممكن، خلينا نوقف واحد واحدة. x فاصلة بيقبلها انه يعني الواي فارغة مش موجودة مش متوفرة، برضو يجوز. خلينا نعمل رن، المفروض يعطي 7، ما يعطي خطأ. only x is available. خلينا كمان نرد نوقفها نقول له only y is available. only y، اذا في شيء الا y اجباري ما بزبط هيك. اذا حطيت الواي بيعتبرها هاي الاكس زي اللي هان، يعني بحط الواي بدل الاكس الاولى، فلازم اجباري احط فاصله. sum of احنا قلنا ساعه بنجرب، هاي اجباريه، بس ممكن تكون هاي لازم نضيف لها اوبشنال اذا كان برضو تساوي زيرو. صارت الاكس كمان اختياريه، يعني هان زبطت هاي، هالاكس مش موجوده بس الواي، برضو ما بقدر اعملها هيك. اذا عملتها هيك بقبلها وبحط الواي بدل الاكس، بس اذا انا معني ان الواي تكون بدل الواي والاكس غير موجوده بدها تكون بالطريقه هاي. طلعوا هاي طريقتين لها، وهاي طريقه واحده، وهاي طريقه واحده، ما في طريقه ثانيه. المفروض هيك طلع لي 33 33. نعم. الخيار الاخير، ماذا لو كانت الاكس والواي غير موجوده؟ sum او s تساوي sum. هيك طريقتين هذول نفس الشيء، neither x nor y is available، لا x ولا y موجودات. وهاي نفس الشيء، إذا حطينا فاصلة يعني الـ x هان مش موجود والـ y هان مش موجود، هو يعطيني 0. ما فيش، فيش له علامات، لساته مجمع 0. هاي اللي هي الاوبشنال باراميترز، ممكن يكون في سترينج، ممكن يكون في اي متغير مش بالضروره انتجر، ترو فولس احنا اخذناها على انتجر كمثال. نرجع نشوف هان حط لنا المثال نفسه، هاو تو كول ات ديم اس از انتجر. If x and y are both available and have a value, sum of x, y. If x only is available and have a value, sum of x فاصلة أو sum of x. يعني هاي هيك صح وهيك صح. If y only is available and have a value, إجباري تكون بهذا الشكل ال y. آخر واحد if neither x nor y is available. x, y أو بحطها فارغة بدون باراميتر. وهنحط لنا إذا بدنا نجرب write a function that finds the sum of students' grades first, second, participation and final. يعني حط اكتب اقتران بحيث تستدعي أنت حسب علامة الطالب، إذا كانت علامة الطالب الأولى الفيرست والسكند والبارتيسيبيشن المشاركة والفاينل، تجمعهم وترجع له القيمة النهائية
على أساس تجمع له إياهن في هذه الحالة وترجع له قيمة واحدة. إذا كانت الفيرست مش موجودة كيف بدنا نناديها؟ بدنا نحطها فراغ وفاصلة وهكذا. All are optional، كلهن اختياريات. الموضوع الأخير overloading. overloading شو معناها؟ يعني بدنا نحمل الاقتران أكثر من طاقته. overloading يعني الكهرباء بنقول overload بطلت تتحمل، والاقتران نفس الشيء. overloading means defining multiple functions with the same name. نعرف أكثر من اقتران بحملوا نفس الاسم but with different parameters. وأصلا بالفيجوال بيسك ما بقبل نحط الاقتران بنفس الاسم مرتين، بس هنا الاوفرلودينج بقبل بحيث يختلف البارامترز. البارامتر مش اسم البارامتر، البارامتر تايب، حتى different parameter types، انواع البارامترز او نمبرز حتى ممكن. Why do we need to use overloading؟ ليش بلزمنا الoverloading؟ It is useful when the data type of past parameter is not the same. يعني لما يكون عندي اقتران كل مرة بأخذ بيانات بشكل مختلف. And we need to call the function with different data types. كل مرة بناديه بنوع مختلف. Instead of defining different functions with different names, we use one function name. بدل ما إننا نتوه المستخدم ونقول له هذا الاقتران بأخذ عدد صحيح، وهذا الاقتران بأخذ عدد حقيقي، وهذا الاقتران بأخذ نص، وهذا لا، خليه نفس الاسم بس غير نوع الداتا تايب الباراميتر. يعني على سبيل المثال عندي الفانكشن ABS، خلينا نعمل له كوبي، أو إذا بتحبوا بنكتبه من الصفر. الأبسوليوت فاليو بدمحى هذول كلهم، بطلنا عنهم. function abs by val x as integer as integer. اقتران باخذ x وبفحص إذا كانت موجبة رجعها زي ما هي، وإلا اعكس إشارتها. absolute value القيمة المطلقة. هناك مكتوب بطريقة ثانية بال return IIF، أخذناها الـ IIF if and only if، بحط الشرط X أكبر من 0 شو يرجع لي؟ X، وإلا ناقص X. إذا X أكبر من 0، هاي X أكبر من 0 اللي هو الشرط، إذا كانت الـ X موجبة رجعها زي ما هي، وإلا الفاصلة رجع minus X، اعكس إشارتها. هاي كل ما في الإلكترون. إذا بدي أستدعيها بدي أقول له t1.text equals abs of ناقص 12. المفروض يطبع لي 12 في t1 مشان أشوفها، ولا مش بالضرورة أطبعها. الناقص 12 حولها ل 12، بس في عندي مشكلة. لو كانت ناقص 12 أو لو خليها 12 بدها ترجع نفس الرقم 12، عندي مشكلة لو كانت 12.325 المفروض يطلع لي اياها 12.325، يطلع لي اياها 12. السبب ان احنا هان في الاقتران معرفين by val x as integer، وهاي لما تتحول لانتجر بتفقد الكسر، وإذا كانت أكبر من نص بكربها بتصير 13. بس هذا الحكي غلط. افرض أنه أنا بشتغل في أرقام دقيقة وما بدي أفقد أي جزء من الكسور، فهنا بتنتج قيمة مغلوطة. مشان أحل هاي المشكلة بدي أعمل أنا نفس الاقتران بس بأخذ عدد حقيقي، برجع عدد حقيقي. ما علي إلا أعمل له نسخ ولصق، وأنا متعمد بذلك لأنه البرنامج ما بيقبل. بتلاحظوا مجرد ما عملت نسخ public function abs كذا has multiple definitions with identical signatures. signature هذا بيعتبره signature، signature عن التوقيع تبعه أو التذييل،
لازم يختلف إشي فيه. لو حطيت اي بي اس 2 بزبط، بس انا ما بدي اربك المستخدم اذا بده ينادي الابسوليوت فاليو القيمه المطلقه لكل رقم اعطيه اقتران له اسم مختلف، لا بدي نفس الاسم. بس في هذه الحاله بدي انا احط هام دبل، طلعوا بروح الخطا بس احط دبل، والقيمه الراجعه ما لها علاقه بالسيجنيتشر. اذا جتكم بامتحان بشيء هاي السيجنيتشر، يعني مشان اكرر اقتران بنفس الاسم لازم اشي يتغير في هدول، يا الدبل يا الاي بي اس. الاكس لا، لو حطيت واي بدالها بتضل نفس الشيء، المهم النوع يتغير. في هذه الحاله انا بحكي للبرنامج انه هان عندي اقتران اسمه اي بي اس، هان اقتران اسمه اي بي اس، هذا باخذ انتجر وهذا باخذ دبل. القيمه اللي موجوده بالنص لما استدعيه نفس الاسم، لما استدعيه شو بصير؟ إذا كانت هاي دبل بروح بستدعي اللي فوق وبرجع دبل، إذا كانت هاي انتجر بدون كسور بروح بستدعي اللي تحت وبرجع عدد صحيح. هيك حلينا المشكلة، وهاي هي الأوفرلودينج، تعريف نفس الاقتران أكثر من مرة بس والديفرنت باراميترز، الباراميترز مختلفة. المفروض في هذه الحالة إحنا ناديناه هيك يطبع لي 12.325 which is correct. أي شيء ممكن نعمل، ممكن نعمل كمان واحد على فكرة، أي كمان واحد نحط له الابسوليوت فاليو باي، خلينا نقول له شورت وهان شورت عدد قصير، وممكن نعيده كمان مرة نعمله، افرض انه الرقم كبير جدا 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 بده نضطر هان ديسيمال وهان يكون ديسيمال. هيك أنا نفس الاقتران كتبت 1 2 3 4 1 2 3 4 وبكتبه 5 6 حسب الداتا المتوفرة في كل مرة بشكل صحيح حسب نوع البيانات. إذا كان القيم يشوف بالله لو نحط هنا نعمل run المفروض يتوقف عندها، ما توقف ليه؟ بتوقف عندها إذا أجي ينفذها، هاي نقطة توقف اسمها في الديباج. وبيجي وين؟ بيجي على الدبل، بيجي هان. المفروض نعمل رن هسا يجي يوقف عندها، حطها بالأسفل. هاي يوقف عندها ليه؟ دليل على إنه نادى الدبل. بس خلينا نكمل هيك، نقيم هاي 12 ونشوف برد يوقف عندها. لا ما بوقف، نفذ وخلص وخرج ما اجى. ليه؟ لانه هان عدد صحيح، راح نادى اللي فوق عدد صحيح. لو كان هذا الحكي صح مش لازم يجي على الدبل. بدي اشوف هاي انا وين تبي اوصل لها. اذا كان الرقم كبير هيك المفروض يروح على الديسيمال. جابها بس بدون، راح على الدبل معناها. المفروض روح على الديسيمال. هان ما هو حول لي اياها المشكلة، بديش احول لي اياها. الديسيمال كبير جدا. There were abled errors. No. مش كبلان الرقم، بجوز الديسيمال ما بوسع هذا الرقم. احنا حاطينه هاز ديسيمال، المفروض 0.325 بده يحولوا. هاي المشكله لما يحولوا بحولوا لدبل، قد يكون صيغه الديسيمال بطريقه مخبره على الدبل. هان بيجي المفروض هيك، بتوقع انه بيجي هان. هيو اجى على الدبل. هيك بنكون خلصنا 3 مواضيع وامل انهم انفهمن، مش كثير صعبات، اللي هن في الفانكشنز والسبس. 3 مواضيع هدول، passing parameters by reference و optional parameters. الريفرنس والفاليو شو الفرق بينهم؟ optional parameters الباراميترز الاختيارية والoverloading.
بحاول إن شاء الله أجاوبكم على أي سؤال من خلال المودل، اكتبوا لي أي سؤال وأنا بكون سعيد إنه تكتبوا وتجاوبوا بعض وتساعدوا بعض، ويعطيكم العافية.